ما ينفعش تبقى معايا يا كابتن عصام وما اسالكش على قطاع ناشئين نادي الزمالك. اه وطبعا البوادر والبشاير بتاعته بانت جدا الموسم اللي فات، لكن ليه نادي الزمالك ما حافظش على الولاد اللي طالعين دول وهم بصراحه اتولدوا نجوم؟ ما هو القصه دي اللي هو اللي صنعها ونجحها هو فريرة، واللي قضى عليها فريرة هو نفسه، اللي قضى عليها فريرة ما هو نفسه. ولا الإدارة؟ عموما لما بتيجي صفقات جديده وانت عارفه كده كويس، الغربال يجي بيبقى ليه شده شويه، فانا دافع فلوس فلازم يلعب. غربال المدرب ولا غربال الإدارة؟ بيبقى في جزء بيدوله مساحه لكن في نفس الوقت انا بوصل لك رساله ان اللعيبه دي احنا دافعين فيها كتير وجايبين لعيبه مميزه ولعيبه كبيره جدا، لازم تكون موجوده، لازم تكون موجوده، فلازم تشركها. مش ممكن انا هدفع ملايين في لعيبه جديده وصفقات طبعا قويه وتقعد على الدكه، لكن في نفس الوقت هو لو كان في المصلحه وفي الشغل والمدرب نفسه واسم المدرب والنادي والجماهيريه كمان، لا كنت لعبت بنفس المجموعه وبقيت ادخل، لان بيحصل نوع اطعم بيهم اطعم بيهم، لان في موضوع الانسجام والتجانس دوت. دي نقطه مهمه جدا على فكره، ان يخش اللعيب لما يجي يخش نادي الزمالك هو اسلوب نادي الزمالك مختلف عن اي اسلوب تاني، والنادي الاهلي ان انت تنسجمي وتنصهري مع المجموعه بالظبط عشان تلعبي اسلوب لعبهم دوت، ده بياخد وقت مع ناس، وفي ناس على فكره بتيجي بسرعه تنصهر تخش بسرعه. ساعات بتبقى شطاره اصلا لاعب، ممكن تبقى شطاره مدرب، برافو عليك، دي نقطة يعني مهمة جدا. بتبقى لكن هو لما جه لقينا السيسي ولقينا دونجا ولقينا سامسون ولقينا ابراهيم امضاي ولقينا كل دول، الناس دي دخلت فلعيبة جديدة مع لعيبة قديمة، ولسه الكيمياء والفكر والانسجام مش موجود بين القديم والجديد، ده بياخد له وقت. نحط عيننا على مين من قطاع الناشئين دلوقتي؟ لا دلوقتي في انت مسافرين دلوقتي ولد اسمه ايشو، ولد هايل وظهر مع الزمالك ولعب، بيلعب ناحيه الرايت ومن اللعيبه المهاريه، واللعيبه اللي هو بيلعب ناحيه الرايت وناحيه الليفت، بس ناحيه الرايت اكتر لان هو اشول، فلعيب مميز جدا في التلت الهجومي هايل جدا. في برضو علي ياسر ده مهاجم كويس جدا فعلا، يعني محطه كويسه جدا ومهاجم كويس واعد بشكل كويس. وفي لعيبه كمان جايه في الطريق برضو، في عبد الله، عبد الله ده بس اعتقد ان هو ما سافرش، عبد الله ده كمان من اللعيبه المهاريين اللي بيلعبوا تحت الفرود، يعني بيلعب صانع العاب كويس جدا 2003. لا في اسماء كتيره جدا حصلت مع فيريرا كويسين قوي اللي لعبوا وانت عارفاهم كلهم. وفي حاليا السنه دي مع اوسوريو طلع مجموعه كبيره جدا موجوده في قطاع الناشئين، فانا عايز اقول لك ان قطاع الناشئين على المستوى الفردي والمهاري هو يعتبر رقم واحد في مصر. مطلوب بس انه يتم المحافظه على النجوم اللي جدا بتطلع. لان ده استثمار طبعا، انت بتستثمري، انت دلوقتي لما طلع نيمار دلوقتي وحسام عبد المجيد وكان سيف وكان واولا يوسف واخيرا وسام في صالح المنتخب، برافو عليك، يعني مش بنبص على صالح الانديه فقط.